ناي. يعني ايه ناي؟ ناي يعني بمنعك او بحذرك من حاجه او من سلوك غلط ما ينفعش نعمله. او كلمه نهي اصلا معناها ان انا بنهاك من اسمها. يبقى اسلوب النهي هو المنع والتحذير من فعل شيء ما. هو المنع والتحذير من فعل شيء ما، يعني انا بمنعك او بحذرك من حاجه غلط ما ينفعش نعملها، وبيكون سلوك خاطئ او حاجه ما ينفعش نعملها فانا بمنعك وبحذرك منها. يبقى اسلوب النهي هو المنع والتحذير من فعل شيء ما. ايه هي اداه النهي؟ ايه الاداه اللي انا بستخدمها في اسلوب النهي؟ لا. ايه هي اداه النهي؟ لا. يبقى اداه النهي اللي بستخدمها في اسلوب النهي هي لا. لا تكذب، هنا انا بحذرك من ايه؟ من الكذب. لا تلعب بالكره في المنزل، انا بحذرك وبمنعك انك تلعب بالكوره في المنزل. لا تكتب على الحائط، ان احنا نكتب على الحائط او على الجدران دوت دي حاجه وحشه وحاجه وده سلوك غلط ما ينفعش نعمله. لا تكتب على الحائط. لا تهمل دروسك، ما ينفعش ان احنا نهمل دروسنا او نهمل واجباتنا، فدي حاجه لازم امنعك واحذرك منها. دي صوره ايه اللي احنا شايفينها؟ ولد مش سايب المذاكره بتاعته، فاحنا نقول له ايه؟ لا تتكاسل عن اداء واجبك. لا تتكاسل عن اداء واجبك، يعني انا هنا بمنعه ان هو يتكاسل في اداء الايه؟ الواجب بتاعه. هنا ولد صغير بيكتب على الحيطه، نقول له ايه؟ لا تكتب على الجدران. لا تكتب على الجدران. هنا في ولد بيضرب زميله، نقول له ايه؟ لا تضرب زميلك. لا تضرب زميلك، لان ده سلوك غلط ما ينفعش نعمله، ما ينفعش نضرب زمايلنا، يبقى نقول له ايه؟ لا تضرب زميلك. هنا ولد بيرمي القمامة على الارض، نقول له لا تلقي القمامة على الارض. ما ينفعش نرمي القمامة على الايه؟ على الارض، لازم نرميها في صندوق القمامة. طب احنا هنا لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان صيغه اسلوب النهي هي لا، لازم تبدا بلا زائد الفعل المضارع. مش احنا اتفقنا ان احنا عندنا الفعل ثلاث انواع، ماضي ومضارع وامر؟ يبقى هنا في اسلوب النهي لازم يكون الفعل ايه؟ مضارع. يبقى اسلوب النهي بيتكون من لا زائد اداه زائد الفعل المضارع. عبر عن كل صوره بجمله مفيده مستخدما لا كالمثال. هنا ايه؟ في ولد بيغسل العربيه بس مشغل ميه كتير قوي، فقلنا له لا تسرف في استخدام المياه. وهنا بنوته بتصحى متاخر، نقول لها ايه؟ لا تستيقظ متاخرا. وهنا ولد بيبكي، بقول له لا تبكي. دي بنت بتنفخ بالونه في الفصل، ينفع واحنا قاعدين في الفصل ان ننفخ بالونه؟ لا طبعا. نقول لها ايه؟ لا تلعب اثناء الحصه.